الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اتبعه واقتفى أثره. يقول السائل: هل يجوز للمعتكف الخروج لشراء بعض المأكولات للصائمين لأنه يشتغل في سفرة؟ نعم، هل يجوز للمعتكف الخروج لشراء بعض المأكولات للصائمين لأنه يشتغل في سفرة؟ لا يخرج يشتري الحوائج، يخلي واحد، يوكل واحد يشتري الحوائج، ولا يخرج لشراء الحوائج للإفطار أو لعشاء الصائمين، يوكل من يقوم بهذا، أن هذا يخل على اعتكافه.